في 21 من شهر آب عام 1969 تم إحراق المسجد الأقصى المبارك. اقترفت هذه الجريمة يد شخص أسترالي، ولكن الحقيقة القاطعة أن من كان وراء إحراق المسجد الأقصى المبارك إنما هو الاحتلال الصهيوني البغيض، هذا الاحتلال الآثم الذي عمل ولا يزال يعمل حتى اللحظة لهدم المسجد الأقصى المبارك وبناء هيكل مزعوم مكذوب على أنقاض مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما لن يكون بإذن الله. عباد الله، صحيح أن الاحتلال البغيض قد عمل على إشعال النيران قبل 51 عاما في المسجد الأقصى المبارك، ولكننا اليوم نعايش مرحلة تفتح فيها الأنظمة العربية والإسلامية الظالمة المستعبدة الأبواب، وفي مقدمتها النظام الإماراتي ومن يحركه، يفتحون الباب اليوم لعمليات الخزي والعار، لتطبيع وشرعنة الاحتلال للقدس والمسجد الأقصى المبارك. هؤلاء يسعون اليوم لإشعال حرائق، لا أقول تلتهم ألسنة اللهيب فيها مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، بل تلتهم القدس والقضية الفلسطينية برمتها. يا عباد الله، من هنا، من هذه البقعة الطاهرة، من مسجد حسن بيك في مدينة يافا الصمود، من أكناف بيت المقدس في الداخل الفلسطيني، وجه النداء إلى الأمة الإسلامية أن تطلع بواجبها الذي أمرها الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك الأسير. وأوجه النداء بشكل خاص إلى أبناء المشروع الإسلامي في الداخل الفلسطيني وفي القدس المحتلة، وإلى كل الشرفاء والأحرار في داخلنا الفلسطيني، أن استمروا في أداء دوركم ومهمتكم المقدسة انتصاراً للمسجد الأقصى المبارك. فأنتم عندما تنتصرون للمسجد الأقصى المبارك فإنما تنتصرون بذلك للإسلام وللقضية الفلسطينية. فسيروا على بركة الله وكونوا أسوداً للحق كما عهدناكم، لا تخشون في الله لومة لائم، واعلموا أن الله معكم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.